تواصل قوات النظام السوري مدعومة من الطيران الروسي حملة قصفها غير المسبوق على محافظة إدلب وريفي حماة وحلب بعد هدوء دام ساعات قليلة. وتسبب القصف في مقتل 4 أطفال وإصابة 7 مدنيين آخرين بجروح، فيما تشهد مناطق التصعيد موجات نزوح كبيرة للمدنيين نحو مناطق أكثر أمنا. يتجول بين ركام المنازل في حيه المدمر. أبو أحمد شاهد على ما حصل، ففي هذا المكان ألقت طائرات النظام حمامها على منزل أقربائه الذين قتلوا في فراشهم بعد أن خلدوا إليها، فكان نومهم هو الأخير ليخلدوا في راحة أبدية. فسمعت صوت جارنا هون، فأسرعت لهون، فشفت جارنا واقف على ظهر الصب هون وعم يصيح على أولاده. هو عارفان وين أولاده نايمين، فأنا وديت شفته كعم ينبش هون تحت الصب هون، كان في عنده واحد من أولاده عايش عم صيح هون ابني حكم عايش هون. فجيت يعني صار ساعدناه شوي لبين ما اجى الدفاع المدني وحسوا ينتشلوه، وكان في عنده 3 أولاد تحت الصب كمان هاي استشهدوا. احد الاطفال خرج من تحت الانقاض حيا، لكن النجاة في بعض الاحيان قد تكون الموت لصاحبها، فاخوته الثلاثة غادروا الحياة وتركوه وحيدا. حملة القصف المتجددة جاءت بعد ساعات من توقف القصف المستمر. لم تستطع المناطق المنكوبة خلال التهدئة نفض غبار القصف عن منازلها، إلا وعادت طائرات الموت من جديد لإكمال مهامها في قتل وتشريد الأبرياء. وهناك عدد من الشهداء وعدد كبير من المصابين. أنهى فرق الدفاع المدني بعد عمل ما دام ساعتين تحت الأنقاض إلى إخراج طفل طيب الحمد لله رب العالمين و3 شهداء من تحت الأنقاض. أكثر من 30 يوما من القتل المستمر أنهكت كاهل مدنيي إدلب الذين تذوقوا ولا يزالون أصنافا متعددة من الموت. أكثر من شهر من القصف المكثف والمستمر، وعشرات الضحايا والمصابين يسقطون كل يوم. دول العالم تكتفي بالشجب وتنديدات لا توقف القصف عن السوريين ولا تغنيهم عن الموت. خالد إدلب، العربي، ريف إدلب الجنوبي. معنا من ريف إدلب مراسلنا خالد الإدلبي، ومن ريف حلب مراسل العربي قحطان مصطفى. خالد، أطلعنا على الوضع الميداني عندكم، هل القصف متواصل أم يتقطع بين فترة وأخرى؟ نعم، واليوم هو يوم يعتبر من أخف الأيام في بنسبة في القصف، عفوا في شدة القصف. الطائرات الحربية تتوقف بين الحين والآخر لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق ثم تعاود قصف المنطقة. هذا اليوم أيضا أقل حصيلة للضحايا المدنيين، اليوم قضى 7 مدنيين جراء قصف طائرات النظام، 5 منهم في مدينة معرة النعمان و2 منهم في بلدة كفر روما غرب مدينة معرة النعمان. اليوم سجل فقط 80 غارة جوية على محافظة فقط 80 خالد أيضا. فقط 80 وكأنه رقم صغير، 80 غارة فقط؟ نعم 80 غارة فقط. الأيام الماضية وصل العدد حتى 400 غارة و500 غارة خلال اليوم الواحد. في اليومين الماضيين قضى أكثر من 40 مدنيا، 45 مدنيا تحديدا خلال 48 ساعة الماضية. اليوم عدد الضحايا 7 هو عدد قليل جدا، و80 غارة جوية هو عدد أيضا قليل جدا. اليوم أيضا شارك الطيران الحربي الروسي في الغارات، حيث استهدف الطيران الحربي الروسي قرية الجيسات في ريف حماء الشمالي وبلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي وقرية ريمبا في جبل شحشبو. الطيران الروسي يشارك يوما يشارك ويوما ينقطع عن المشاركة في الغارات الجوية. الأهداف المستهدفة كلها أهداف مدنية، يتم استهداف أي تحرك على الطرقات في منطقة ريف إدلب الجنوبي، أي سيارة تحمل نازحين تحمل مدنيين، أي سيارة إسعاف، أي سيارة إنقاذ، سيارة غذاء، أي شيء يتحرك على الطريق في منطقة ريف إدلب الجنوبي هو هدف لطائرات النظام الحربية. الغارات كما ذكرت كانت اليوم أقل من باقي الأيام. نعم. تركزت هذه الغارات اليوم تحديدا في مدينة معرة النعمان ومحيط مدينة معرة النعمان ومدينة خان شيخون فقط. نعم. رقعة القصف في الأيام القادمة أيضا كانت أكبر،
مساء الأمس توقف القصف لمدة 7 ساعات تحديدا، منذ الساعة 1 بعد منتصف الليل حتى الساعة 8 عفوا 7 صباحا. ساد هنا أشيعت إشاعة أن قوات النظام والجانب الروسي توصلوا مع تركيا إلى تهدئة، لكن هذه الإشاعة لم تدم. قامت قوات النظام وعادت الطائرات قصفها. نعم خالد، الصورة واضحة. قحطان، هل الوضع مشابه عندكم في محافظة حلب؟ نعم وائل، طبعا بالنسبة كما تفضل الزميل خالد بأن من كتب له النجاة وصل إلى ريف حلب الشمالي، طبعا بأعجوبة وصل إلى ريف حلب الشمالي، هذه المنطقة الأكثر أمانا في محيط مدينة عزاز وفي محيط مدينة عفرين أيضا. طبعا وصلت عدد من العوائل، أعداد كبيرة من العوائل وصلت إلى ريف حلب الشمالي، توزعت في ريف عفرين وأيضا في أرياف مدينة عزاز وريف أيضا ريف مدينة الباب في الريف الشرقي، لكن عدم وصول المساعدات الإنسانية إليها بسبب العشوائية في التوزيع، لم تكن هناك يعني تواجد في منطقة واحدة لهؤلاء العوائل، كانوا طبعا متوزعين على الحدود التركية السورية، لا يوجد أي منظمات إنسانية وصلت إلى هؤلاء العوائل، حالة إنسانية صعبة جدا لهؤلاء العوائل. طبعا بحسب الشهادات من قبل هؤلاء العوائل وأبطال العوائل قحطان التي وصلت بالحديث هناك، لو سمحت لي قحطان بالحديث عن مصير هذه العوائل، كان هناك دعوات من قبل السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي للنازحين بأن يتوجهوا أفواجا إلى الحدود التركية كنوع من الضغط على تركيا، هل تلاحظون شيئا من هذا عندكم؟ نعم بالضبط، طبعا هو في قطمة صباح الغد هناك توجه أو يعني مناشدة لمليونية من قبل النشطاء ومن قبل المنظمات الإنسانية للتوجه إلى الحدود التركية، الحدود السورية التركية، والضغط على الضامن التركي طبعا للوقوف على ما يحصل في إدلب وما يحصل في المناطق الأخرى التي تتعرض للقصف من قبل الطيران الروسي. هذه المناشدات طبعا بدأت منذ اليوم، منذ هذه اللحظات بدأ الزحف إلى الحدود التركية وتوقعات بوصول عشرات الآلاف إلى الحدود السورية التركية يوم غد. طبعا هناك أيضا مناشدات للإعلام المحلي والإعلام العالمي لتغطية هذه يعني المظاهرات التي ستخرج يوم ونحن أيضا ننتظر هذه التغطية. شكرا جزيلا قحطان مصطفى في حلب وخالد الإدلبي في إدلب.